بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ودائما عليه نتوكل. من هنا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. التحية تتجدد بكل متابعينا الأفاضل محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، بعد الشكر الجزيل للزميل محمد من بريك المري في تقديم البداية الأولى لهذا اليوم، يوم قبل الختام في سن الكبار، بداية المسافات الطويلة، بداية حسابات التكتيك والانطلاق في هذه اللحظات الجميلة التي يشهدها هذا المهرجان، مهرجان اليوم الوطني الذي سار على مدار أيامه الماضية يحمل كل جديد، يحمل هذا الملتقى التنافسي الرياضي المميز في ميدان التحدي، ميدان الشيحانية، في انطلاق رياضتنا العربية الأصيلة. بدأنا بالثمانية كيلومترات، بدأنا بالتحديات والمسار والأسماء التي ستكون حاضرة في كل أشواطنا في هذه الفترة الصباحية، حيث انتظارنا لأشواط الدروع في فترة المساء. ننطلق على البركة، نتابع أول الاندفاعات، نتابع السائرات إلى المقدمة هنا في بداية هذه الرحلة الطويلة التي نتمنى لها التوفيق والنجاح. شقرة إذا هي من بدأت على المركز الأول، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وهناك على المركز الثاني الشاهينية، على المركز الثاني سعيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي، بينما المركز الثالث هنا تتواجد الهنوف عبد الله بن عنزان بن خاتم النعيمي، وعود رابعا مع تحدي الذيبة حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، والمركز الخامس هنا الشاهينية هادي بن سالم بلفجح المري. خماسية المقدمة التي انطلقت هنا باحثة عن أول ناموس في هذا الصباح، من الأسماء التي ذكرت هنا في الخمسة المراكز الأولى والأسماء التي يحملها كشف هذا الشوط الأول، حيث الاختيار الموفق للمشاركة في أول الأشواط. تحديات البداية والانطلاق في هذا الجو الرياضي المتميز الذي يحدد مسار البداية الأولى. نعود مع القمة والبداية، حيث مسار هذا الشوط في أول كيلومتراته الصدارة هنا تغيرت وتبدلت، وانطلقت هنا بدفعها الذاتي هي الذيبة حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، الذي قدم اندفاعة الذيبة على المركز الأول والصدارة الأولى، بينما المركز الثاني الشاهينية قادمة بشعار أبناء الإمارات هنا لتشارك في هذه التحديات. سعيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي في انطلاقة الشاهينية وحظوظها القوية في المنافسة وإثبات الذات. المركز الثالث عودة إلى من حمل الشعار الغربي في انطلاقاته وتحدياته هي شقرة، على المركز الثالث عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وهنا على المركز الرابع تحدي من الشاهينية أيضا لهادي بن سالم بلفجح المري الذي ينطلق إلى المركز الرابع. وفي المركز الخامس وصلت الغربية على المركز الخامس محمد بن زايد المنصوري. هنا الشعارات المتميزة، هنا التحديات التي تحمل هذه البداية وتحمل هذه الإثارة التي تطلقها أيضا اندفاعات هذا الشوط الأول. بعد هذا التحدي وهذه الانطلاقات المتميزة التي تندفع بها إثارة هذا الشوط، 8 كيلومترات، هنا الحسابات تختلف، هنا الأمور تحمل جديدا في كل مشاركات هذه الفئة، فئة الكبار. أول فئة الكبار هي الثنايا في التحدي والاندفاع، تنافس وتبادل على مقدمة هذا الشوط من خلال تغيير الأسماء وانتقال البعض إلى التحدي في أول 3 كيلومترات من بداية هذا الشوط حتى هذه اللحظة. شقرة مع الصدارة عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وتليها
تليها الغربية على المركز الثاني في انطلاق وفي إثارة. محمد بن زايد المنصوري والشاهينية، سعيد بن جعفر بن مرخان الاشتبي تنضم على المركز الثالث، وهناك على المركز الرابع في هذه اللحظة الجميلة هي أريام محمد بن معتوق العامري ينطلق مع الأريام. وصلت الأسماء كما ذكرنا التي تحمل الإثارة والتحدي والانطلاق. المركز الخامس لا زالت فيه الذيبة، حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. أسماؤنا هنا التي تعلن هذه البداية، تشعل حرارة هذا الجو البارد في هذا الصباح. ما شاء الله، الكل يفكر بجديده، الكل يفكر في هذه الفئة وإعلان انطلاق الجديد في هذه اللحظات. ونحن نقارب مشاهدينا متابعينا الكرام منتصف المسافة، حيث الأربعة كيلومترات التي سارت هنا والصدارة مع الأريام، مع أريام في انطلاقها واندفاعها إلى المقدمة. واحدة من الأسماء الخطرة في هذا الشوط بشعار المغامر محمد بن معتوق العامري الذي قدم اندفاعة أريام على المركز الأول هنا في احتفال صباحي متميز بغناء تشدو به أريام على الصدارة. المركز الثاني شعار الغربية والغربية التي هي اسما على مسمى، محمد بن زايد المنصوري على المركز الثاني. أما المركز الثالث هي الشاهينية على المركز الثالث في هذا التحدي، سعيد بن جعفر بن مرخان الاشتبي. ثلاثية هنا بدأت في التقدم، بدأت في الانطلاق والتحديات، ثلاثية كما يقال، شعارات إماراتية تقود المركز الأول والثاني والثالث في هذا المسار بين شعارات متغيرة، شعارات تعرف التنافس والتحديات والإثارة والانطلاقات. يا سلام، هنا عودة إلى المركز الرابع لبريدي قادم الذيبة، حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. الله، يا سلام يا سلام يا سلام. والمركز الخامس شكرا هنا، شكرا على المركز الخامس عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. هذه الأسماء، بدأت الأسماء تظهر، بدأت الإثارة ظهرت هنا، قربت هنا هي الشعارات المتنافسة في التحديات، جربت وبدأت تعرف أن خلاص العد التنازلي يحملنا في هذه اللحظات إلى خط النهاية. يا سلام يا سلام، أكثر من شعار أتابعه بالعين المجردة يحمل هذه الانطلاقة والتحديات والإثارة. الصدارة لا تزال الأريام، لا تزال أريام على المركز الأول. المغامر مغامر بأريام، يا سلام على المقدمة والصدارة تحمل هذه التحديات لها من الرصيد ومن السيارات العديد. وهنا أيضا تأتي بإنجازها المميز وانطلاقها المتميز في هذا الشوط، تحمل البداية الأولى. أريام أريام أريام، عزف منفرد على القمة والبداية هنا بأريام. محمد بن معتوق العامري يطلق الأريام في هذا الصباح مع هذه البداية الغربية على المركز الثاني. محمد بن زايد المنصوري شعار لا يستهان به في التحديات والإثارة، يعرف متى يوجه أيضا هدف التحدي إلى خط النهاية. المركز الثالث سعيد بن جعفر بن مرخان آل اشتبي مع الشاهينية، اسم آخر ينضم إلى مشاركات التحدي والإثارة كما ذكرنا. المركز الرابع أعود إلى شقرة، ناصر بن مغير بن سالم العميمي انضمام شعار أيضا هناك. على المركز الخامس وصول، وصلت وصول، قدمت وصول. راشد بن سعيد بن منانه الذي يطلق في هذه اللحظات وصال، وصال للاندفاع والتحديات. شوف هذه اللحظات هنا وصال، وكذلك تتواجد ايضا اندفاع الشقرة بالاضافه للشاهينيه والغربيه واريام. خماسيه انعدها تنازلي، تبقى هي الاريام في المقدمه، انعدها تصاعدي، نبدا من الاريام من البدايه. هذه الاسماء التي تحمل هذه اللحظات. نذكر الجميع 2 كيلو بدينا الى انعطافنا الى
خط النهاية الأخير. المنصة منصة التحدي تحمل الجديد وتنتظر القادمة للمشاركة. هناك للوصول إلى خط النهاية لاحتضان الناموس الأول في هذا اليوم المميز. أريام لا زالت على المقدمة والصدارة محاولة الابتعاد أيضا بالمقدمة، والمغامر هنا يدفع بكل أوراقه في هذه اللحظات إلى خط النهاية. سلام أريام، أريام، أريام الغربية، المنافس القوي، المنافس الصعب في هذه التحديات. محمد بن زايد المنصوري على المركز الثاني، وتنافس ثنائي بين الغربية وأريام على القمة، ثنائية تحمل اللحظات القادمة. هو وصال، 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 وصل المتحدي راشد بن سعيد هنا على الانطلاقة والتحديات. يا سلام، المتحدي سالم بسعيد بن منانه يصل مع وصول، وصول ولا وصال، كلها وصل واقتراب. الله الله الله، المركز الرابع انطلاق إلى شواهين علي بن فهيد العبرة المري. يا سلام، طارت التحديات، انطلقت الإثارة، سارت التحديات هنا في البداية الأولى. أريام عاقدة العزم على أن تبقى دائما كعادتها من خلال مشاركتها وانطلاقاتها ودفاعها. الله 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 الله، أريام على المركز الأول، وأقول وين وصلنا مع الكيلو الأخير، كيلو التحدي والصراع والنزاع. خلاص خلاص النهاية. أريام، أريام متصدرة، تعلن هذا الهجوم، تعلن هذه البداية. محمد بن معتوق العامري، اصمد يا المغامر، اصمد يا المغامر. الصدارة تحتاج إلى القوة والتحمل، خاصة باللحظات الحاسمة الغربية. على المركز الثاني محمد بن زايد المنصوري، يا سلام، شعار الغربية، وصول، وصلت، وصول، وصلت، والمتحدي قدم إلى ميدان التحدي لإثبات الذات، يعلم وجود الوصول، يطلق الوصول. يا سلام، يا سلام، يا سلام، جاوز يلي بتجاوز، انطلق يلي بتنطلق. وصول هنا، حملت التحدي، وصلت، وصلت من هذا الميدان، من هذا المكان، ميدان التحدي. يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، مسجلة الإنجاز في مهرجان زايد الترادي، وهنا تعود من جديد كعادتها. وصول، الوصول، سلام يا الإمارات، سلام يا التحدي، سلام يا المتحدي، إماراتية هي. وصول المركز الأول، تهانينا والناموس للإمارات أولا، تهانينا المتحدي سالم بسعيد بن منانه. يا السلام، وكذلك تهانينا زعبيل، زعبيل هنا على المقدمة والمركز الأول وانطلاق وصول إلى خط النهاية. تهانينا والناموس اللي وصلت في المركز الثاني أريام، محمد بن معتوق العامري، والمركز الثالث هي الغربي محمد بن زايد المنصوري. المركز الرابع هناك انطلاق لشقرة ناصر بن مغير العميمي، والمركز الخامس هي الذيبة حمد بن جار الله بن علي بن حسين آل بريدي. أسماؤنا هنا، تحدياتنا هنا، انطلاقاتنا 8 كيلومترات أولى حضرت في هذا الميدان، في هذا المهرجان، مهرجان اليوم الوطني. وكيف هي تحدي مع الكبار، انطلاقات الإثارة، شوط ما شاء الله رسمت أيضا هذه الشعارات وحددت مساره. اللحظات النهائية التي أطلقها المتحدي بوصول، وصول إلى خط النهاية وتسجيلها أول ناموس في هذا الصباح. 13 دقيقة 3 ثواني 52 جزءا من الثانية هو توقيت وصول. تهانينا سالم بسعيد بن منانة على هذا الأداء، وسلام يا زحبيل المركز الثاني. 13 دقيقة 7 ثواني 24 جزء من الثاني، تهانينا والناموس للسيد محمد بن معتوق العامري على وصول أريام بالمركز الثاني. والمركز الثالث يعود هنا الإعصار الغربي مع الغربية محمد بن زايد المنصوري. 13 دقيقة 12 ثانية 6 من الأجزاء من الثانية. البداية انطلقنا والتحدي يحمل هذه الإثارة التي أطلقها بداية ناموس في أول صباح.